بارسا هكاي راهي بالي سيغدي صباح الصباح شت الطريق معها الصباح. غادي تحركي سيري لدارك وسيري عند راجلك وانا نعاس كسي كسي امي ماشي هاتي بدات تمشي كتكمل راه من الاسبوع اصلا مري هضري معاها هادي امي انا نفيق با الدار ونغسل الماء ديك البوطاجي ديما لاصقه فيه ديالها بحال تاتا جات مريم كان عليك تمشي حنا عندنا الضيق ما عندكش فين سميتو بنتك باسله مريم ولا ما كيقراش كون بقات خوتي غندير المقلب للسميه والده ديريها ديريها هانتوما غنخرجها منها الناس بغاو المقاليب ما كاين غير المقاليب مشات تجيب لك واش البنت هي جايه غنجلس انا هنايا دابا نتسناو على ما تجي المهم اخوتي راه ما كاينش الروينه تشوفوا الروينه ولا راه غير الكواش اللي كنعسو بهم طاويينهم غادي نفرشوهم صافي وان شاء الله باقي ان شاء الله من هنا القدام يكون تحسن ان شاء الله نشريو شي ماريو هنا في هذا البيت هذا يجمعوا البنات فيه الحويجات وان شاء الله نديروا لنا موسيان هنا موسيان هنا ان شاء الله بارطاجيو لنا القناه ان شاء الله باذن الله وما يكون غير خير ما يكون غير الخير ان شاء الله باذن الله نحيدوا كاع هاد ما كاينش عندنا الربوج غير الكواش عندنا قوه القج شنو هذاك الشيء القج ان شاء الله نديروا لنا موسيله تجي ولا موسيله تجي وشي شي تدويره هنايا بالسديدرات ان شاء الله غيكونوا غير شي جوج ولا شي فوطويات والمريو في الحيط نجمعوا كاع الكواش ان شاء الله بارطاجيو لنا القناه باش ان شاء الله يكون ان شاء الله المزيد ان شاء الله باقي حنا قنواتنا صغيره لا ديال مي لا ديالي انا باقي يا لي فدوزه ما تعاوني ما ديري وحق الله انت عاد جايه من الحمام ومحطوطه في داك الضص كيفاش محطوطه من الضص جريها شويه بعدها لهي وتي اصلا دابا صاحبتي انت اللي كتهضري ملي مشات مريم كون مشيتي معاها علاش جالسه صاحبتي هنايا شاده لنا البلاصه وشاده لنا الوقت والضيقه ملي جالسه في دارك والضيقه صاحبتي مالك جري البنت ليها شويه صاحبتي انا صافي خليها بحال هكاك هي ناري وكون مشيتي مع مريم علاش جالسه الضيق 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 وزايده انت هي انا قحزي بنتي وكنتي شغلك كيفاش شغلك هادي حمقه هادي كيفاش حمقه جالسه في دارك تنجي لداركم كرك ديك الساعه عندك حق علينا بعدا عندي شي دار اللي غتجي لعندي وعندك ديك العويه عندك العش والله ما داك العش ولا والو ما تهلوش الشيطان وهذه ملي مشات مريم امي نورمالمون كان عليها تمشي ما كانش عليها تبقى انا كنت غاده امي اللي شداتني وبا قال لي على تقلدك انت شديتيها قولي الصراحه عيطت للدار قلت لي واش امي انت شديتيها قولي الصراحه انا ما شديت حد متكناش حق التابين كتشدي راسك لراسك نتوما خطيرين واش مزلزنا شوفي جلستي دابا طلعت فوق صاكي راهي بالي سيغدي صباح الصباح شت الطريق معاها الصباح غادي تحركي سيري لدارك وسيري عند راجلك وانا نعاس كسي كسي امي ماشي هاتي بدات تمشي كتكمل راه من الاسبوع اصلا ما نهضرش معاها نهضر مع بنتي من وانا واقفه الصداع مشيتي ياك اليوم داتك سميه الحمام ياك داتك سميه الحمام كسلتي عظامك ايوا خدامه تباتيش هنا امي عاده دادا عاده واش انا جايه لدارك تنجي لدارك عاد هضري هضري مع هادي امي انا نفيق با مالنا قالت لك الصح انت اختي شوف شوف ما كنبغيش نقلل عليك عندك الصح ما انت ما هضرتش معاك قالت لي جبدات الموضوع ما كنبغي انت كبر مني ما كنبغيش نقلل عليك الاحترام ديالي لا باينه بك هدي فراسك ماشي قللت الاحترام هادي قللت الاحترام ما كنت جبتيني راه بنادم كينفعل تقولي لي نهضر بنادم غادي ينفعل شوفي نورمالمون سمعي مشات مريم كان عليك تمشي معاها واش اختي كتوكليني كتشربيني كتغطي الفراش وانت خنزه فينا الفراش خليها كتكبرينا الحليب دابا نصبنهم انت كتضلي غير هكذا اش كديري كاع تبارك الله ملي كنفيق في الصباح هكا وانا كنطوي ديك الحوايج كامل امي اللي كطوي لك شي حوايج اللي في الدار ونغسل الماء ديك البوطاجي ديما لاصقه فيه ديرها بحال تاتا هذا الترجمه حنا اختي كنتهلاو فيك كنغسل حنا كنتهلاو فيك كنغسل الماء كنصبنا شو الحشيه الهضره لا انت اللي كتهزي اجي مع راسك شويه انا هادي امي ما غنهضر معاها ما حتى حاجه غنهضر معاك انت وشوفي لا جاك على لا الشغل بزاف و اختي انا غدا غنمشي في الزيق انا غير كنسمع صاكي شوفي على صاكها جا معاه فيه مرتي غادي تحضي بحال ديك الشواله اللي غادي نحس هادي مريانه غادي وشوفي على بقيت فيك شري يا ساك يلاه وفين هي البليزه اللي جبتي لي هي ومال كتسك هاد الساك دابا راه عامر غير بلي كادو ديالنا البيجامات
ونقصت الحوايج عاوتاني في البالي زاد ثقيله. امي جابتو ليا زوين الله يخلف عليك امي، جابتو ليا من السعوديه. منين جبتي؟ لا شنو التقدم قال لك من السعوديه؟ تقدم شريته خيطيه شتو ولدي هزيتي فيه واحد الريحه زوين زوينه ديال المسك. اه انت دايه العبايه راجلك ودايه بصح معبوسك ودايه حتى وراحته وراحته الريحه زعطه. شوف اختي اصلا انا طلع لي الدم والله اصلا خصني نمشي فحالي. واحد ملي كيجري عليك وملي كتشحد فيك شوفي شوفي سوميه لا بغيتي الهضره المعقول مش كان مشات مريم كان عليك تمشي. حنا عندنا الضيق ما عندكش فين سميتو بنتك باسله ولا ما كيقراش كون بقات ولد بنتك باسله كتدابزيه وبنت ولد سوميه هذا ولد ساميه كتحماقوا عليك بحال ولد توليا الوزير. شكون؟ ولد سوميه. تما كتحماق لك على بنتك. انا بعدا عزيزه انا بنتك عزيزه عليا. انت شوفي شوفي الحوايج اللي هذه شنو شكون اللي جاب لك هذه؟ هذه ليلى زينة الله يمشيها بالله. سير اصلا كاع ما كنهضر معاك انت كتهضري وترطبي دايره بحال جاقيطه اصلا كاع ما كديها عليك عرفتي علاش انت اصلا دايره بحال هكا. علاش انا دايره مالي حقه؟ شنو انا؟ عشوريه عشوريه؟ انا امي عشوريه قولي الصراحه ما عندكش. يلا شهدات فيك وشوفي انت امي كتكوي وكتبخ ما عندكش شي. امتى دابا غتمشي بحالات؟ واش نقول لهم سيري تبعد مني غدا غادا تبعد مني انت شاده فيا وتكتي انت كتكوي وتبخي عطي امها قالت لك سيري بحالتك هالعار عطي امها راسك انتوما جبتوا لنا ولادكم وجيتوا هنا صاحبتي نوضي ما تباتيش هنا كفاطمة الزهراء حنا كنبغيو نفوجوا عند والدينا كتبغيو تفوجوا وعيقتي انت ماشي فوجتي انت سكتي انا درك شهاده السكنه انا عايشه في واحد عطي امها حنا غنديرك شهادة تمشي انتي جيتي تفوجي انتي جيتي سكنتي حنا خدا غنديرك شهادة السكنة هنا سكني لنا هنا باتي هنا الزعتري انا اصلا معروف عليك كنجي كنجلس واحد الشهير وكنمشي بحالي ماركا جاية لنا من باريس ولا كنجلسو سميتو كيكونو جايين من ايطاليا فرنسا امريكا المانيا تركيا انتي جاية لنا من سهلة وكتقولي سهلة بزاف عليك شنو اللي بها فمك هادي باغا تعاطى سهلة سهلة فيها الجود والكرم فيها الناس اللي واعرين. أنا لا ماشي على الناس ديال سميتو انتي ما واعياش. ما بقاش جري عليا نمشي نوض با نقولها ليه تا تكون ضايق هذيك الساعة عاد حكمي عاد قولي لي لالا راكي عيقتي خرجي أنا أختي كنقنط بوحدي في ديك الدار أنا والعكوزة عكوزتي مشات عند خوتها أنا جيت عند أمي نفوج عندها شوية وغنهز باليسي وغنمشي من هنا واحد ربع سنين ولا خمس سنين عادي لاجي تشوف تشوف جيتي امي فاش كانت دارت العمليه شحال دابا سنين دابا انا جيت وقفت مع امي في الشده دارت شنو دارت لك امي قولي تقلد عليك طيب ليها ونعطيها ونحط ليها طيبي ليها انا اللي خرجت من العمليه صداع ورغوات اسكت سكتي على ذاك نهار العمليه سكتي انت اللي فيك الصداع ورغوات امي شكون اللي فيه الصداع ورغوات وجه الله قولي الصراحه كاملي ها كاملي وي قاعده كتمرقن بينا جالسه في ذاك القنت وعاطيها غير الضحك وقاعده لي جيت الصراحه شكون اللي فيه الصداع قلت لك كاملي ولكن اكثر هي اللي فيه الصداع عمي تقليد عليك وراك هز هذيك الصبيه في يدك جيت الصراحه الصراحه شكون اللي فيه الصداع الغوات بزاف انت وهي جيت لك انا قلت لك تصوري انا جيت اش كنصور انا جيت لك الصراحه الكاميرا مركشه سيري قالك والله الا كتصوري راهي الكاميرا بمركشه ديك الكشه الحمراء لا تشوف زهرة شمي دابا ضربتي لنا مقلب في الزيرو عقت بك كضحكي جات كتشوف تما والله تعالى درت بحال هكا كنت هكا درت هكا ونروح نشوفها وقلت لها لا ماشي هذا الشيء ماشي هي وعاد تاكدت هي الكذابه تي اصلا راه على قلبك اصلا ها اصلا انا على قلبك هضري كتقولي كما كنتيش باغا وما ناوياش عليها باش تجري عليا كاع ما ديري ليا مقلب امي بزاف عليك يا الحماره بزاف عليك الحماره تقولش حماره بزاف عليك لا عساك اخوتي بغلا ها
أمي دابا بلاتي بلاتي قافية الحز حلفة بالله. شوف أخوتي الصاك وجاء الله سمي أنا مهزي تقلع. شوفوا الصاك اللي غتدي فيه هادي غادا تحرق غدا الميريكان. لا عندي الباليزة راي ودابا الصاك شنو فين جبتي باليزة خاوية شك غدا باليزة وصاك دابا هاد الباليزة فيها بيجامة تشوف جدات جات اللي شريناها حقا ما حدو ما حدو دابا صافي دابا بأن تفرش مقلب وداك الشيء عرفت عقتي ولكن دوز درت لك في الاول صرعتك اسوميه قال لك الناس علاش امك كتكسي مريم وما كساتكش انت شات الصاك هذا عامر غير بالكسوه اللي كساتها امي وانا وريهم وريهم هزي الصاك هزي الصاك اقسم بالله بالجديد هذا والله ما فيه شي حاجه قديمه هذا الصاك عامر بالحوايج شات امي امي انت شريتي لي بيجامه شات لي امي شات لي بيجامه واعره كل ما يقولوا كسينا كل ما كسينا حنا غير بحال عندنا وليداتنا بحال بحال كنكسيوهم كساوني صراحة الله كثر خيرهم بالصحة والراحة مي بعدا كنت داخلة معاك في المقلب ولا هي اللي قالت لي نديروه ليها صح بقى فيا الحال بقى في قلبي تشرق بحال حبيب الله ما بغيت حتى انا طبيعتي قالت لك جي قلبها بحال تشرق بجنوية طبيعتي ما كنبينش ولكن كنخبي في قلبي وبحال شي جنويات كتشرق ليا بحال هكا في قلبي وبعدها مزيان ملي كنمقلب واخا هكاك خصك تقولي هادشي احنا كنضحكوا ضحك معاك الزمان مالكي صراحة والله مالك يا راه قال لك الناس بغاو المقاليف في سوميه ها آه امينه جات فين كاينه جات معاك نويله ها هي الكاميرا هاي هاي مولك هاي هاي يا امينه الله يمسخك الله يمسخك يا حسمين حسمين والحمد لله ملي كان مقلب على فاطمه الزهراء صراحه انا خوتي كيتهلاو فيا فاطمه الزهراء كنا اللي خرجنا شهادات لي مسكينه تهلات فيا ودرنا احسن ريستورا قهوة ماشي رسطورة قهوة رسطورة راه سميتو غا قهوة هادي قهوة ولا تهلات فينا وتميت الله فيا كلشي كيتهلا فيا لا كثر خيرهم كي جاك سمية المقلب سمية داتني الحمام وعطاتني وخلصت الكسالة باش كسلاتني كي جاك سمية المقلب شوية قاصح ولكن المقلب مزيان اللي راه ماشي حقيقي مزيان وهادشي اخوتي اللي كاين مهم انا كنت بغيت نزيد نخرجها منها ندير فيه تقريبا شي 30 دقيقه حتى تشوفوا سميه عرفتي شوفوا سميه الوجه ديالها الحقيقي والله ما تبعد مني تنوريك با اجا با ولكن انا اللي ضحكني هو ضحكني هاد موزيطي هاد موزيطي هذا والشاكوش خاصه الناس كيجمعوا فيه الحوايج شحال شريتي دابا هذا 20 درهم كانوا غير 10 دراهم وكلشي غلا شي زاد خوتي فاش كنت كندابز مع يونس يامات زمان كنت كنمشي نشري هادو وريهم زين زين كنت كنشري هادو ب 10 دراهم ونجمع فيه حوايجي ونقول لامي مي تلاقينا في الجوطيه خوتي باقي ان شاء الله غنعاود لكم القصه التعارفي انا ويونس عما قريب غنديرها انا وامي ما غيبانش معايا مول الدار وغنعاودها انا وامي المود ديال الضحك وشنو كانت امي كتقول لي وشنو كان با كيقول لي وغنقول لكم عاوتاني المعاناه في الزواج في الاول الصعوبات وداك الشيء المهم ان شاء الله من هنا واحد يومين غيتلح لكم الفيديو السلام عليكم تلقاو في فيديو جديد وان شاء الله الا كان مقلب ان شاء الله امي ديري باي باي من لهيه والله اقسم بالله الشمي والله ما عارفه الكاميرا فين كاينه دابا سميه قشعاته دابا مع مور الكاشه انا كنت نهضر مع امي دازت بحال هكا شفت ديت ما قلت مقلب هذاك التليفون تما طرا دايا تما مجدية بوحدة الكاشة شوشو بحال شاعل الضو شوية وأنا ما عاد لقيت كندير بحال هكا أنا حداها حدا القجر والكواش وما شفت حتى كاميرا وشافتو هادي وما علينا يلا خوتي بسلامة عليكم تلقاو فيديو جديد إن شاء الله باي باي زكاي نشوف الكاميرا سيري أمينة تتشوفي راه كنضحكو راه ما راه ما راه ما كاين لا مقلب لا والو راه كنضحكو شكون كتجري عليها شكون التليفون اش كنجري عليها ضربك أدارك حرام ضربه